بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين والمتابعات في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو تقني جديد. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنستعرض معاكم برنامج فيو بوينت. البرنامج ده خاص بالتعرف على العناصر الغير متوافقة على شاشة الكمبيوتر، سواء كنت بتتعامل مع موقع إلكتروني أو حتى برنامج أو السيستم الداخلي الخاص بالويندوز. شارك معانا البرنامج ده أستاذ رياض أسوم، وكتب شرح كامل وشامل أستاذ قيس الرفاعي على قناة نافذة التقنية. ولكن نظرا لأهمية البرنامج وبعض الشرح جاء بعض التساؤلات على طريقة استخدام البرنامج، قررنا ان احنا نعمل الشرح كمان بالفيديو للفيو بوينت. طيب البرنامج هنبدأ ان احنا نحمله عادي جدا من على الرابط اللي في الديسكريبشن الفيديو ده ان شاء الله، ونبدأ ان احنا نثبته بطريقة تثبيت البرامج عادي جدا. VLC Media Player 11 V Viewpoint Setup. انتر على الـ EXE بتاعنا. بيبدأ يجيب لي رسالة الـ User Account. Setup. Alt Y. Viewpoint Version. نبدأ ان احنا نضغط على Yes. Browse. Next button. Next. Space. Pressed. To continue. Browse. Back button. Next button. Alt Space. Pressed. قبل النكست التالتة هنا نسمع setup to perform while installing viewpoint. Then click next. Tree view. Create and desktop shortcut checkbox notch. Desktop shortcut. Space. Check. بحددها عشان يبدأ يعمل لي اختصار على الديسكتوب للبرنامج. Next button. Alt plus. X. Next. Pressed. Install. وانستول. Space. بيبدأ طبعا البرنامج يثبت معايا. بمجرد ما البرنامج يثبت بيطلب مني هنا لو اتحركت Alt Tab. Recording. بتبدأ تظهر معايا نافذة تانية بيطلب مني فيها API. ده بجيبه من فين؟ عن طريق موقع لجوجل. اهو API setup column 2. API setup. ببدأ ان انا احط له الاي بي اي هنا، بس بعد ما استخرجه هجيبه من فين؟ HTTPS. هجيبه من الموقع اللي هضيف لكم برضو رابط الخاص بيه في ديسكريبشن الفيديو. Mozilla Firefox. وهنشوف دلوقتي هنقدر ان احنا نحصل على Mozilla Firefox dialog. Make Firefox your primary browser. Translate from نعم. Google Mozilla Google Mozilla selection remove collapsed Google document busy Mozilla Firefox get API key Google I studio. تمام. بيبدا يظهر معايا الموقع ده. Button unavailable accept terms of ماشي. قبل ما اضغط على accept لان هي unavailable هنا بحدد على checked مربع ده. Opt in to receive news offers promotion no next checkbox checked. كمان باجي هنا على accept terms of service accept button skip to main content. ببدا بقى عمليه الحصول على الاي بي اي. هنا بضغط على expand or collapse navigate زر... open setting google account create a button copy to clip create api button download no next no button create api key create api generating api key close هنا بيقول generating. Generating يعني هو خلاص اعمل له close no previous button no next button copy key to clipboard button هنا copy key copy to clipboard بينسخه لي مباشره الى الحافظه. is a cbd. تمام. نقفل هنا ونبدأ نرجع للصفحة دي. Okay, but enter your Gemini API. Paste هنا. Okay button. و okay. Desk viewpoint is ready. ال viewpoint is ready. خلاص كده هو شغال معايا وابدأ ممكن أقدر إن أنا أستخدمه بكل بساطة. في ثلاثة وضع أو ثلاث أوضاع للبرنامج. نبدأ إن إحنا نستعرضهم إزاي؟ عن طريق Control Shift Backslash. Occur. OCR. AE. UI. Occur. PDF reader. PDF reader. ال OCR بيعمل لي سكان للشاشة كلها اللي قدامي ويبدأ يستخرج لي منها النص اللي موجود فيها، سواء كان موقع سواء كان برنامج أو أي حاجة أنا حابب أعرف كل النص اللي في الصفحة دي ببدأ إن هو يجيبه. طيب ممكن نجربه على حاجة بسيطة مبدئيا. جوجل مثلا هنا هنبدأ على نقف على OCR. ماشي OCR عشان ابدأ افعل وضع الـ OCR دوت ويبدأ ان هو يشتغل معايا. هضغط على ايه؟ هضغط على Control plus Shift plus slash slash فقط يا جماعة. Scanning screen. بيبدأ يعمل معايا الصوت ده ويقول Scanning screen. Translate this page. Translate from. تمام. هنا هو كان واقف على شاشة الترانسليت الخاصة بي اللي بتظهر معايا في الفايرفوكس. طبعا هنا بيوقفني على النص كامل. Arabic. انا بيقول لي عربي translate english translate, translate english. cancel وجايب لي الكانسل والحاجات دي. copy detected text to clipboard button. هنا في copy للنص ده لو انا حابب اعمل له copy close وclose. اتحركت ازاي؟ اتحركت بيه space ال
جوجل طيب موزيلا فايرفوكس طيب ديسكتوب. تاني وضع طبعا بنستعرض الأوضاع ب Control Shift Backslash. تاني وضع PDF Reader. PDF Reader ودوت أنا حاليا مثلا متوقفة عليه، هبدأ أضغط على Control Shift Slash. Open File Dialog File. بيقول لي Open File. Open File لإيه؟ الـ PDF Items بتاعي Preview. اللي أنا Items حابب أعمل له Scanning. C.V.S.I.N.A.B.M.O.H.A.M.E.D.P.D.F. Row 7. Enter عليه، هيبدأ أنا أسمع نفس صوت السكاننج بس هنا هيطول شوية. ليه؟ لأن ده ملف PDF يعني كبير شوية، زائد إن أنا إنترنت النهاردة عندي مش على ما يرام، فهلاقيه بياخد سنة وقت معايا. طبعا ببدأ إن أنا أنتظر لغاية لما ينتهي. Desktop list viewpoint setup dot exe 22 of 24. طيب هو recording ما أكملش العملية. Detected text dialog. أيوة edit copywriter content. جاب لي ادي النص اللي كان فيها بنفس شكل الشاشه اللي فاتت اللي في الاو سي ار شفناها. ادي استخرج لي النص وده النص المكتوب بالضبط في البي دي اف بتاع السي في بتاعي. As a dedicated copywriter and طيب. content creator, copy detected copy. text close button. Close. نضغط على recording C close هنا عشان يبدا ان هو يقفل معايا ويرجعني على الديسكتوب او على النافذه اللي انا كنت واقفه عليها قبل ما اضغط على السكان. اخر وضع معانا وهو اهمهم واللي بالنسبة لنا طبعا يعني شيء جميل جدا هو الـ UI. خلينا نجرب على مثلا برنامج الوورد، نفتح الوورد ونبدأ ان احنا نجرب الوضع ده عليه نشوف هيستخرج لنا ايه. طيب Control Shift Backslash UI، نضغط على Control Shift Slash عشان يبدأ ان هو يسكانينج ويجمع لنا العناصر بتاعتنا زي ما هنشوف دلوقتي. Generating a snapshot. طبعا هيجمع لي كل العناصر. 19 elements detected. قال لي ان هو استخرج لي 19 وابدأ ان انا اتحرك عليهم بالتاب والشيفت تاب. هنا بيجمع لي كل العناصر المتوافقة والغير متوافقة وبيخليها لي قابلة للتفاعل او قابلة يعني ان انا اضغط عليه. Auto save off toggle button. انا auto save. File menu. File menu. Home menu. Home menu. Insert menu. دي ايه بقى؟ دي القائم بتاعت الورد، بس جايبها لي بانهي شكل؟ بالشكل اللي بيقدر يشوفه عين المبصر فوق عندي فوق في الشاشة. اعتقد بيبقى في شريط في كل الازرار دي بيبدأ يضغط عليها المبصر وتوسع معاه. فايل منيو. فايل منيو بضغط عليها سبيس او بضغط عليها انتر، بتبدأ ان هي تسكاننج معايا تاني ويجيب لي العناصر بتاعت الفايل منيو. لو انا حابب اضغط دبل كليك على الشيء ده فبيبقى معايا شيفت وانتر او شيفت وسبيس. سبيس على فايل منيو ونشوف هيكمل معانا ازاي. هو حاليا بسكاننج للجزء بتاع فايل منيو واللي طلع لي منه بيقول لي 16 عنصر. هوم منيو، نيو منيو، نيو منيو، هوم منيو، شير منيو، اوبن وشير، سيف انفو منيو، وانفو نيو منيو. نيو مثلا نضغط عليها او نضغط على هوم بيبدأ ان هو يعمل نفس القصة تاني وبيسكانينج تاني معايا بنفس الشكل، بيقول لي 19 عنصر تاني. Home list, new list item, open list item, share list item, open new list, home list, docs, المقام list, shared with me, favorites menu, recent menu, الحاجات اللي هتظهر معايا more templates right now, banner, insert your first table of welcome to work, blank document. طيب انا لو حابب اقفل الوضع ده خلاص عندي حل من الاتنين في وضع الـ UI عشان أبدأ أقفله، يا إما أضغط على نفس الاختصار Control Shift Backslash عشان يبدأ يغير لي الوضع ويبدأ ينتقل للوضع اللي بعده، أو إني أنا بضغط على اختصار طويل شوية بس تضغط عليه سهل Control Alt Shift Slash. بيقول لي إن هو قفل المود الخاص بالـ UI. في عندي اختصار تاني عشان أبدأ أفتح الإعدادات الخاصة بالبرنامج وهو Control Shift Alt V. اختصار بالنسبة لي صعب Viewpoint Settings Dialog ولكن بالذكاء هيبقى سهل قوي ان شاء الله. هنا اللي يهمني في البتاع دوت اني انا المكان الخاص بال
API في الإعدادات الخاصة بالبرنامج الـ API هنا بقدر إن أنا أكتبه. وهنا في تشيك بوكس خاص بالأصوات هنا متحددة عندي، لو حابين إن إحنا نشيل عنها التحديد بنشيل عنها التحديد عادي جدا، اللي هي الأصوات إيه؟ الأصوات بتاعة السكيننج اللي ببدأ إني أنا أسمعها. ده باختصار شديد البرنامج وطريقة استخدامه. البرنامج زي ما احنا شايفين ملهوش واجهة اصلا، ولكن الواجهة الوحيدة اللي بتظهر معايا لما بضغط على الشيفت كنترول الت في عشان يبدأ يجيب لي الاعدادات. البرنامج فيه اخطاء كتير بتظهر معايا لان هو لسه في تطور التطوير اصلا وفي مراحل تطويره المبدئية، فالمطور بيبدأ ان هو يعمل ابديت ان شاء الله ويصلح اخطاء. لسه النهاردة نازل ابديت للبرنامج، نقدر ان احنا نعمله طبعا ابديت، او اني انا هحط لكم رابط النسخة الاخيرة منه. طبعا لو هنج معايا البرنامج بضغط على اختصار Alt سوري Control Shift F4 بيبدأ يقفل لي البرنامج، بقدر ان انا افتحه من تاني من الايقونة بتاعته على الديسكتوب بيبدأ يشتغل معايا. ممكن كمان انا وبعمل سكاننج اول مرة بعد تثبيت البرنامج الكنترول Shift Slash ما يشتغلش معايا، فبستبدله بكنترول Shift حرف دال بيبدأ ان هو يشتغل معايا بشكل ممتاز. كمان لو ظهر معايا اي خطأ ببدأ ان انا اعيد العملية من تاني وبيبدأ ان شاء الله ان هو يشتغل معايا بشكل سليم وصحيح ان شاء الله. نبدأ ان احنا نجرب اختصار اغلاق البرنامج. اهو قال شاتنج داون يعني اتقفل معايا، كنترول شيفت اف 4 بيبدأ ان هو يقفل معايا البرنامج. لو حصل طبعا اي مشكلة فيه ببدأ اضغط على الايقونة بتاعته على الديسكتوب بيبدأ ان هو يعمل ريستارت بيبدأ يقفل ويشتغل تاني. وطبعا البرنامج مهم جدا، فخلينا يا جماعة نبقى صبورين عليه شوية لان البرنامج زي ما قلنا لسه في بداية تطويره، فان شاء الله بامر الله لو استمر تطوير البرنامج ده فهيبقى ان شاء الله نقلة ممتازة بالنسبة لنا في فكرة اليو اي والسكاننج العناصر على الشاشة عشان يبدأ ان هو يوصلني للحاجات الغير متوافقة وببدأ ان انا اضغط عليها. جربوا البرنامج في برامج تانية مش متوافقة كانت بالنسبة لكم ويقولونا على النتائج في التعليقات. في وصف الفيديو ده هنلاقي رابط الحصول على الـ API، رابط تحميل البرنامج، وكمان رابط الشرح النصي اللي عمله قيس على نافذة التقنية عشان اللي حابب يقرأ الشرح النصي هيقرأ الشرح، ولو حابب حد يسمع الفيديو طبعا يسمع الفيديو بأمر الله بعد الفيديو ده يكون الدنيا كلها اتضحت معنا بالكامل. وأشوفكم في شرحات تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.